الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. إصلاح الزوايا مسؤولية الجميع. نقف اليوم وقفة تاريخية للنظر والاعتبار والتشاور في مللي ثبوسة في مللي ثسعة نزل ذم قرآن أتكشم لكم زروي النغ من ولا تاريخ تمامرين النغ ذي التاريخ ذي الروج ذي الرجور نكفو ونحفو قراءة تاريخ ثم عمرت تاريخ حافل بالإنجازات والفتوحات. هذا شيء جميل جدا اللي خلينا باش نترحم على مؤسسي في معمرين أما ذي ثمنات النغمة ثموث الزاير سمثا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولكن أرجو أن تكون دراستنا التاريخية محركة للعقول للقلوب من أجل تحقيق الإصلاح المنشود الذي نادى به الأولون. وقد أشار فضيلة الأستاذ محمد رزقي فراد إشارات بديعة جدا، استنطق الوثائق، هذه الوثائق الناطقة بالحقائق. إذن فالأمر معلوم، الزاوية سجلت حضورها في مجال التعليم القرآني أمر لا جدال فيه. أين يعني نسل مذبا ولا ربي يلا يرنا بإتقان المشيخ مزورة بندولة القراءات أين تولي السان الله يبارك لأني صفراحا. أما ثم عمرت ذي أثفوفي أما كأشر إليها الأستاذ محمد رزقي فراد تخصصت في هذا المجال، والتخصص حل واقعي منهجي ضروري، لازم التخصص. لفكاسيتي الفاعلية لا يمكن أن تتحقق إلا بتبني منهج التخصص. إذن زوايانا في معمرنا ذي التاريخ اللانت ذي القرآن الكريم، مع علمنت القرآن والحمد لله، وما زال أثر السنغر الزكا أكلمة كفى الدونيث. مجال نظن مجال علوم الشريعة نسلاغي الشيخ كتو إناد آخر احتفال لختم سيدي خليل 1952 وقفة لمراجعة الذات. 1952 ذي ثموث سيدي خليل مشكلة حقيقية. لو كانت منطقتنا فقيرة لما تألمنا، ولكن منطقتنا غنية، تمر كانتيث الرصيد التاريخي العلمي الكبير، هذا ميراث التركة وكلنا ورثته. أكن من لغث عنا يغث مساد. إصلاح الزوايا مسؤولية الجميع. الزوايا سجلت حضورها
في مجال الإصلاح أمر لا ينكر ونسع نهور آذي روح ثم عمر أن يفي عرضيان أن يفي منين الخير للشياخ أتفرون استيزت سؤال ما دور الزوايا الآن في هذا المجال الحيوي الذي يحتاج إليه المجتمع تحقيقا لتماسكه؟ سمعت كلمة التماسك المشار إليها في المحاضرات، استثمر ما استمعنا إليه من كلمات طيبات وما سيأتي من كلمات، أي غر لتتحول الكلمات إلى مشاريع متحركة في المجتمع. الإصلاح ذات البين، يا عجبا يا عجبا. صحيح هناك إصلاحات في المجالات الأخرى، مجال القانون الجزائري راح بعيد، قانون 75-58، قانون 08-09، قانون 84-11، قانون 90-02، ممكن نجيب لك أكثر من 100 قانون في هذا المجال الحيوي، في الأربيتراج تحكيم، في الميدياسيون جوديسير الوساطة القضائية، في مجال الصلح قانون 75-58 دار عنوان الصلح اللي راه موجود في القرآن والسنة. قانون 08-09 كيف كيف المادة 990 وما بعدها. إذن هناك إصلاحات في مجال التربوي، في مجال القوانين إلى آخره، ولكن السؤال مرة أخرى الزوايا أين هي؟ أندل أنت مامرين. صحيح والله مثل هذا اللقاء جميل، نشوف الوجوه الطيبة ثمل اللي في حد ذاتها ذكس الخرم قرآن، والحمد لله أفضل ما في اللقاء الملتقى اللقاء، ولكن فرصة أخرى أيضا نستثمرها لتمثل مقتضى قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. مرة أخرى إصلاح الزوايا مسؤولية الجميع. أخيرا نروح للمقترح اللي اقترحه الأستاذ محمد الرزقي، جزاه الله خيرا وجزى الله خيرا من سيتحدث بعد هذه الكلمات، سيأتي ونستمع إلى النافع من الكلام. أي ثماثا الله يبارك محمد سعيد من زكريا يسول لإصلاح الزوايا الشيخ الزواوي لتاريخ الزواوى أشار رفضنا غفل. الهم أكبر محرك هو الهم، ما إلى إنسان مهموم ذي بكل شيء لو كان ديسو جنيوركيني أخامي كذي غليف الله ذي الهم لقد خمض الإصلاح. هذا سنصحب تسي تسي لو كان ديسي والطبيبة كنت هلكض فضمض. الشعور بالهم أول خطوة نحو التغيير، والتغيير لا يتحقق إذا انطلق من النفس، لقوله تعالى في سورة الرعد الآية 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مدني مسؤولية الجميع. مثلا زاوية ثفرثنة الحاج لا يمكن أن يتحقق الإصلاح، لا يمكن إلا إذا دخلنا من الباب سيث بورث إيم سوقاً انتا الدارث مازال نسعى أي الروج نسعى التاريخ تذرين نغس عن النظام ونصد مركان القرارات الصادرة عن بعد لا قيمة لها، لا قيمة لها. إذا كانت الفتوى كما قال سادتنا الفتوى مد في غرس المجتمع لم تأخذ في الحسبان ظروف المجتمع لا يمكن أن تكون نافعة. باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات، ابن القيم سلطان العلماء وغيرهم ممن أصل لهذا الأمر. ثدرت والنموذج واقعي ذكرنا التخصص نؤكد عليه
تخصص مثل مثلا انت مع عمار تكوفي متخصصه في القراءات الصغرى احكام القران تجويد ما شاء الله زاويه صيفيه الله يبارك. وتحتاج ايضا الى تطوير رغم الانجازات التي تحققت وجميع الفريق مشكور ومأجور. أمعنا الله يبارك معلم زاوية في معمر متخصصة، نرجو ممكن تكون زاوية أخرى في معمر في النظام تكون رافدة تساعد ربما تنظم دورات أخرى في أوقات أخرى خلال السنة. مثلا في فرثة الحاج تتخصص في الفقه المالكي، يا أخي نسلاغي الشيخ محمد الشريف كنتو الله يبارك سيدي خليل ثامور ثنغت واسن سيدي خليل المختصر الفقهي، يلا تتخصص هذه الزاوية ذي الفقه المالكي، أندرس سيدي خليل مختصر الشيخ خليل الرسالة ابن أبي زيد القيرواني المتون المختلفة الكتب المختلفة القوية المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي الذخيرة للإمام القرافي الاستذكار والتمهيد للإمام القطب المالكي الأندلسي ابن عبد البر، ما الذي يمنعنا؟ تتخصص تعرف ويأتي الناس من جميع القرى ومن جميع المدن والعواصم ونحن قادرون على تحقيق هذا المقصد، لسنا فقراء إلى الخير الله يبارك إلا الشياخ إلا المسنون الخير أربح. لذلك تكون زاوية أخرى من الزوايا في معمر متخصصة في الفقه في أصول الفقه تعرف يكون أصول فقه بارز وهكذا، ونستثمر جهود الأوائل. الشيخ مولد قاسم أشار إليه الشيخ منظر سقي فراد، مولد قاسم مسلهم زرماوك التعليم الأصلي أثناء التلاميذ داقيت توالي أثناء الشيخ سعيد أثناء الشيخ عبد الرحمن الشيخ زاتو الله يبارك الله الشيخ عبد الله، والله الذي لا إله غيره أرتكويني خذما زي قوي جدا. إذا نطق أحد التلاميذ أمام جهابذة العلم الشرعي لا نخاف عليه، لا لحنا في اللغة ولا فقرا في الرصيد المعرفي ولا شمولية في العلوم. أغرث كان نغر كان لي موديول صغارين ديث معمرين نروح يظل لي أذبو يحيى أشلا فركان دينين الله إلا نشاط دين الله يبارك مجالس القرآن بسم الله ما شاء الله نسوالي مغارا ولا الشيخ غران في الشيخ رزقي الشرفاوي الشيخ المولود الحافظي اللي غدي الأزهر ولا غا كرسين الشيخ رزقي الشرفاوي تسروغ ذي ذما ماشي ذي مطاون وزرنا نوان كيني ندواكي ذاكيك صغار يون ذات زايري ني غاسي سميس هناك الشيخ رزقي الشرفاوي صدقونا دينا الشيخ الرزقي الشرفاوي الازهري ودينا من با ارزقي ادغى فمغيا جافا وكي ذي القاهره ذي الازهر الشريف فريغ دينا الزواوي وين يبغانا ذي روح مكتبات المدينه المنوره اتوالي من المجلات القديمه اتفض الزواوي زواوي زواوي ذي الروج ام قران السقي بضد في لحظة تاريخية مسؤولية الجميع أن نبدا ذياك نزمر أنك الشمثي ما عمرت سيدي فرثة الحاج بلا غير مضبرا ذي المحال مسوقا مضبرا تمور ثاكي ميل دين تابور الخير أربح أكل أخذ من تاو كثو ذرين أو كثي ما عمرين أنك الشمسي تبور ثاكي من لا ونطبق الحديث في صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته أكن من لا ثانية يغثم سالف من خدم ثزمر ثنغ سيدي ربي أغدي في كاين أمور نزمير
إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. شكرا لكم.